السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي، كداري لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، تكونوا نتوما بصحه والعافيه وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. شكرا لتتبعكم القناه، انا دائما كنشكركم البنات، ما كرهتش نشكركم كل وحده بسميتها. صراحه كتشجعوني بزاف، ولو ان صراحه قلالات البنات اللي كتشجعوني، ولكن انا فخوره ان عندي واحد المتتبعات اللي دائما كيشجعوني فيما كنحط شي فيديو، كيخلوا لي تعليق فيما كنحط شي فيديو، كيتفرجوا لي. شكرا لكم البنات بزاف بزاف، حتى البنات اللي كيخلوا لي لي جيم ديالهم، شكرا لكم بزاف بزاف. صراحه كتفرحوني بزاف، ولو كنقول لكم قلالين ولكن ماشي مشكل، انا ديك الاقليه فخوره بها، وما كرهتش تزاد، ولكن غير ديك الاقليه فانا فخوره بها. شكرا لكم بزاف، وكنبغي نقول اي وحده يلا التحقت بالقناه مرحبا بك، ان شاء الله تستفدي منا ونستافدوا منك، علاش لا في التعليق ديالك، واي نصائح مرحبا البنات اللي كانوا كانت القناه غادا تستافد فمرحبا، ما عنديش مشكل. اليوم ان شاء الله غادا نشارك معكم بعض النصائح او بعض القواعد اللي خاصهم يكونوا في اي وحده كتخدم من البيت ديالها اولا عندها عمل حر، سواء في الخياطه اولا في شي دومين واحد اخر، يعني ماشي بالضروره انها تكون خياطه باش انها تتبع هذه القواعد، وانما هذه القواعد خاصهم يكونوا عند اي وحده خدامه عمل حر، يعني هي متحكمه في العمل ديالها، يعني هي اللي كتجيريه، يعني هي اللي واقفه عليه، فضروري يكونوا عندها هاد القواعد هادو اولا هاد الاساسيات هادو اللي خاصهم يكونوا في اي وحده. مهم بما اننا حنا كنهضروا على الخياطه، فانا غدا المهم غنهضر على الخياطه، ولكن نتوما راه غادي تخدموا فيها في جميع المشاريع ديالكم الحره بطبيعه الحال. اول حاجه هي انك ما عمرك مثلا بالنسبه لك كونك خياطه ما عمرك تقولي انا يا معلمه، هي انت هي معلمه وصنايعيه وكل شيء، ولكن ديما خاصك تبحثي على انك تطوري هذيك الخدمه ديالك، اولا تطوري هذيك الموهبه ديالك، الا كانت موهبه اولا صنعه فخاصك ضروري تطوريها وتنميها، يعني ما تبقايش واقفه غير في داك الشيء اللي تلقيتي مثلا في النادي ديالك اولا في السونتر ديالك اولا اللي عطاك المعلم ديالك. المهم كيف ما بغيتي تكوني كيما تعلمتي، مثلا انا ملي تعلمت في النادي فانا قريت غير عام مثلا وما كملتش، ماشي ما كملتش حيت هما اصلا حبسوا في داك العام، فانا ما كملتش وما دوزتش الامتحان، يعني ما كملتش حتى الاخير باش انني ننمي ديك الموهبه ديالي اولا ديك الصنعه ديالي. خدمت بزاف البنات، راه خدمت بزاف وخطات بزاف وضيعت ثواب بزاف، ماشي بزاف، والمهم كمبتدئه ضيعت وخسرت، وخا داكشي تلبس يعني كما هو، ولكن المهم كيتسمى ان داكشي ما كانش يعني شي حاجه اللي تحمر الوجه، ولكن بالنسبه ليا كانت كتفرحني، يعني ملي كنت كتخيطي واحد البياسه. فانا كنهضر لكم على البدايات بطبيعه الحال، بقى ما عنديش حتى الماكينه، يعني غير كنلاقي عند هذا ونصايب عند هذا وهذا باش كنقاد البياسه، يعني خاصك ضروري تطوري ديك الموهبه ديالك، يعني ما خصكيش تبقاي محدوده غير في داك الشيء اللي تعلمتي اولا اللي تلقيتي مثلا في النادي كما قلت لك. يعني مثلا تعلمت مثلا انا غير الجلابه مثلا ولا القميص، فما غاديش نبقى انا واحله في الجلابه ولا القميص اللي جات عندي وتقول لي مثلا الخيطه ليا شوميز، نقول لها لا انا كنعرف الجلابه والقميص، اللي قالت لي خيطه ليا صايا نقول لها لا انا كنعرف الجلابه والقميص، لا البنات، نخيط ليا صايا، نخيط ليا سروال، نخيط ليا شوميز، نخيط ليا مونطون، نخيط ليا اي حاجه. كاين اليوتيوب عامر البنات، عامر 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 بزاف، يعني غير هاد القنوات الهادفه والتعليميه ما لاقياش بلاصتها صراحه، ما عطيناش حنا كمستهلكين اليوتيوب ما عطيناهاش بلاصه، يعني كنقابلو غير الطوندونس، او يعني شنو طالع في الطوندونس، شنو كاين دابا، علاش كيهضروا، علاش ما كنعطوش القنوات التعليميه اولا القنوات التعليميه بقدر ما عاطين القيمه القنوات الترفيهيه. المهم حنا ماشي موضوعنا نبقاو نهضروا على هاد القنوات وهذا، المهم اليوتيوب فيه بزاف البنات، الا بغيتي تعلمي اي دومين راه فيه بزاف. المهم كما قلت لكم يعني في البدايات ديالي فحاولت انني نطور ديك الموهبه ديالي، يعني راه فرق، ماشي غير فرق، راه بحر ديال الفروقات ما بين البدايات ديالي وما بين دابا، راه عرفتي بزاف بزاف
عرفتي في الاول راس كنت كنقول محال، يعني الماكينه ما كانتش كتجيك الخياطه هي هذيك عوجه، بياسه ولو انك تفصليها مقاده ضروري كيكون فيها شي ديفو، صعيب صعيب يعني البدايه كتكون صعيبه، ولكن ديك المثابره والمداومه والممارسه هي اللي كتخليك انك تطوري من الموهبه ديالك وتطوري من الصنعه ديالك وتزيدي بها لقدام وتبهري الناس اللي كيجيو عندك. يعني انا مثلا كاين عندي كليانات اللي بداو معايا من الاول ديالي، كنقول لكم من الاول ديالي، يعني من العام الاول ديالي مني بديت، مني شريت الماكينه وبديت كنخيط الناس. ديك الساعات بطبيعه الحال انا مني بديت راه الاثمنه اللي كنت كنخدم بهم صراحه شحال هادي ماشي هما الاثمنه ديال دابا صراحه، باش نكونوا واضحين. حقاش ديك الساعه كنت باقا كنتعلم، وحتى الناس كانوا عارفيني باقا كنتعلم، يعني عارفيني باقا كنتعلم، راه واخا تقولي الثمن كينقصوا لك، يقول لك انت فهمتي. المهم يعني كتمشي انت، ولكن مني كتعلمي، ملي كتكوني عارفه راسك شنو كتخرجي من يدك، فديك الساعه كتحطي الثمن اللي بغيتي. بطبيعه الحال غندوزو لهاد النقطه حتى هي ديال الثمن، غندوزو ليها، ولكن غنبقاو غاديين دقه دقه. يعني كيكون فرق يعني في واحد المده ديال 5 سنين او 6 سنين، فبطبيعه الحال ماشي دابا مثلا، ماشي هي 5 سنين ولا 6 سنين قبل، يعني راه بطبيعه الحال كاين واحد الفرق كبير. يعني هذاك الشيء كامل بحكم المداومه والخدمه الكثيره والمثابره والصبر وعدم الياس، وديما كنشجع راسي باش انني نزيد لقدام باش هكذا. مهم هذه هي النصيحه اللي ممكن نقول لكم، انك ما تقوليش معلمه، ديما حاولي انك تطوري من الخدمه ديالك، حاولي انك تنمي الخدمه ديالك، ما تبقايش محصوره في داكشي اللي تعلمتي. القاعده الثانيه هي الانضباط وقوه الاراده، حيت البنات الا ما كانش عندك الانضباط، ما كنتيش منضبطه في الخدمه ديالك، وما كانش عندك قوه الاراده، ما غديري حتى شي حاجه. حتى انا بعض الخطرات كنقول كتنقص ليا قوه الاراده، بعض الخطرات كتنقص ليا ديك الاراده، ولكن هذه هي سنه الحياه. هذا هو بنادم، يعني ماشي 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 هو كامل باش انه يبقى ديما غادي على واحد الروتين يعني طول حياته، ضروري كيجي واحد المطبات يعني كتطلع وتنوض وكطيح وكتوقف، يعني ضروري هذا الشيء كيجي كاع الناس كاملين. ولكن اللي نبغى نقول لكم، قوه الاراده هي اللي غادي تخليك تزيدي القدام، حيت الاراده هي اللي كتخليك انك تفيقي، تنظمي وقتك، تجلسي في الماكينه سوايع بزاف. انا بعض الخطرات راه كنجلس 5 سوايع متتاليه 5 سوايع متتاليه في الماكينه، يعني كل ما كانت عندك الاراده راه ما غتجلسيش ديك الوقت كامل. حيتاش علاش؟ حيت ديك الاراده، حيت ما عندكش واحد، انا نقول لكم نشرح لكم هذه القضيه، حيت ما عندكش واحد الخدمه اللي فوقها واحد الجيرون هو اللي كيقول لك مثلا جي مع الساعه الفلان فلانيه، لا خصك تخدمي لي هاد الخدمه هادي، خصك تساليها عاد باش تخرجي، حيتاش لما خدمتيش ما غتخلصيش. يعني ما كاينش شي واحد اللي فوقك اللي كيقول لك اللي ضابطك، مفهوم؟ يعني ما كاينش واحد اللي ضابطك، يعني انت خصك تكوني ضابطه راسك، تكوني ضابطه وقتك وضابطه خدمتك. علاش؟ حيت ملي ما كيكون حتى شي واحد اللي كي امرك، اولا كتلقاي راسك مضغوطه اولا هذا، فكتقولي ماشي مشكل، نقدر مثلا عندي الخدمه ونسها مثلا ونعاس، نقول لا ماشي مشكل ننسى ليها حتى الغدا مثلا. هاد الخدمه عندي مثلا دايره مع مولاتها سيمانه، انا واخا قادره نساليها اليوم، غنخليها حتى لغدا ولا بعد غدا، وانت ما عارفاش ان غدا ولا بعد غدا تقدر تجيك خدمه اخرى، مفهوم؟ يعني انت خصك تضبطي راسك، يعني خصك تحطي واحد القانون خصك تمشي عليه، خصك تقولي لا انا عندي الخدمه دونك خاصني نوض ونخدم، ما ربنا غدا تجيني خدمه اخرى، مفهوم؟ يعني باش ما يتراكمش ليا ديك الخدمه، فهمتوا؟ يعني ديك الاراده هي اللي كتخليك تنوضي وانتي جالسه مرتاحه، وكتخليك تنوضي باش انك تخدمي، فهمتي؟ يعني ما كانش عندك الاراده راه ما عندك حتى شي حاجه، ما يمكنش غادا تخدمي، يعني غتبقي عاطيها غير النعاس والجلاس وتنسي الخدمه. ثالث حاجه ممكن نقولها ما بين هاد القواعد هادو، وهي الاتقان. خاص الخدمه ديالك تكون متقونه البنات، لا بيرفيكسيون، حيتاش الا ما كانش عندك ديك هذاك الاتقان في الخدمه ديالك، ما غاداش تطيحي واحد البياسه اللي غادا تعجب الكليانات ديالك. يعني الا كنتي غير كدبزي وتفوتي راه ما غادي يجي عندك حتى شي واحد. وهانتي مثلا جات عندك كليانه اول مره، طيحتي لها واحد البياسه اللي زوينه متقونه في الخدمه في كل شيء، راه ضروري غادا تعاود تجي عندك، وضروري غتقولها للناس اللي كتعرف، فهمتوا؟ يعني هذه هي فاش كتبدي تعرفي على الكليه، كيبدا يتعرف عليك الكليان. يعني ملي كتقني انت واحد 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 البرودوي، يعني كتعطي واحد البياسه اللي زوينه،
فاكيد كوني اكيده ان الكليان كيجيب كليان، مفهوم؟ يعني الاتقان شي حاجه اللي مهمه في اي دومين، وفي دومين الخياطه بطبيعه الحال فهو ضروري. انا لما كانش الاتقان ما يمكنش يجي عندك شي واحد، لا كانت الخدمه في جي والتوب في جي والدونتي في جي والتوب في جي واللون في جي والخدمه مع ربزه السرجي في جي والخياطه في جي والخياطه غدا عوجه مزيكزاكيه ولا متنقزه ولا هذا، فضروري ما يجي عندك حتى شي واحد. يعني حيت غتخدمي لشي واحد غادي يعيب خدمتك، الاخر غادي يسمعها، ما غايجيش عندك الاخر وما غايجيش عندك الاخر. دونك ملي غيكون عندك الاتقان فكوني اكيده غادي يجو الكليان. رابعا هو تحطي واحد الثمن مناسب بطبيعه الحال، ما يكونش غالي وما يكونش رخيص، يكون على قد خدمتك، على قد السلعه اللي كتخدمي بها، على قد الثوب اللي كتخدمي به، يكون الثمن على حسب المنطقه اللي انت فيها. راه كنقولها لكم في ملي كنحط لكم الاثمنه ديال البيجامات ولا هذا، فالثمن خاصو يكون غادي مع السوق اللي انت فيه. بطبيعه الحال لك انت كتخدمي بشي سلعه اللي غاليه، فغتحطي الثمن اللي غادي يناسب السلعه ديالك واللي غادي يناسب الثوب ديالك. يعني المهم انا كنقول لك مثلا ما غاديش تغلي على الكليانه حقاش هي عجبت هذه البياسه، مثلا شي دخلت عندك شي وحده بقاتك حاطه شي بياسه في المانكان عجبتها حسيتي بان عجبتها تزيدي عليها في الثمن واخا انت كنتي دايره ثمن اخر في راسك، لا ما ننصحكش بهذا الشيء حقاش هكذا. تقدر هي تبدل رايها، تقدر تبدل رايها ولا تقدر تمشي تشوفها صاحبتها تقول لها لا راه غلات عليك، راه كاينه في بلاصه فلان فلانيه قده وقده. واخا هي هذه القضيه نسبيه نوعا ما، حقاش راه ماشي نفس الخدمه، ماشي نفس الكاليتي ديال الثوب، ماشي نفس، وحنا غنجيو لهاد القضيه ديال الكاليتي، ماشي نفس البياسه. يعني بالاجمال غنقول ماشي نفس البياسه، حقاش بياسه ماشي بحال بياسه وخياطه ماشي بحال خياطه، ولكن الثمن خاصك تمشي على الثمن ما تضريش الكليانه ديالك وما تضريش نفسك. المهم هذه هي النقطه ديال الثمن، كيفاش تحطي الثمن. خامس حاجه وهي الجوده ديال السلعه ديال اللي كتخدمي بها. يعني ملي كيكون عندك هذاك البرودوي دو باز يعني اللي كتخدمي به، فكوني اكيد غتخرجي واحد البرودوي اللي مزيان. يعني ملي غادا تخدمي بواحد الدونتيل مثلا اللي زوين، ما كاينش بزاف بون كاليتي، خدمتي الثوب حتى هو كذلك نفس الشيء، فكوني اكيده ان الجوده ديال داك ديال البرودوي ديالك اللي غادا تبيعي او البياسه اللي غادا تبيعي، فكوني اكيده انها غتكون جوده اللي مزيانه وغادا تشجع الناس انهم يشرو من عندك. وحتى انا ما شروش من عندك كل شيء بحكم انك تكون غاليه شويه ولا هذا، فكوني اكيده ان الناس اللي غادي يشرو من عندك غيكونوا ذواقه وغادي يجيبوا ذواقه اخرين. يعني ما تخافيش من هذه النقطه، حقاش الا كانت عندك الجوده فكوني اكيده ما غاداش تضيعي سام. سادس حاجه هي لا كرياسيون، يعني تبدعي في البياسات اللي كتخدمي بطبيعه الحال. يعني ما تمشيش مع نفس البيجامه تخدميها لكل شيء، جات عندك فلان تخدمي لها نفس البيجامه. انا واحد القضيه نقول لكم اش كندير، مثلا جات عندي واحد السيده بغات بيجامه شافتها معلقه في المانكان قالت لي صايبي لي بحالها، نصايب لها بحالها ماشي مشكل، يعني تغيير اللون وتغيير الدونتيل وتغيير هذيك السيده جابت صاحبتها وبغات تخيط بحالها، نقول لها نتوما صحابات علاش غتخيطوا بحال اجي بدلو، ديري ليا موديل ندير لك موديل حسن من هذاك، اجي ندير لك موديل اخر نزيدك هذه نقص لك هذه ندير لك هذه بحال هكا، فهمتوا؟ يعني ما تبقاوش غير في النمطيه، يعني نفس الموديل غتخيطوه لكل شيء. حاولوا انكم تبدعوا، انكم تزيدوا من راسكم، تنصحوا الكليانات ديالكم. المهم بزاف د الحوايج ممكن تلعبوا عليهم باش هكا تكريو واحد الحاجه اللي زوينه وما كايناش عند بزاف الناس. سابع حاجه هي كيفاش تتعاملي مع الكليون ديالك. المعامله شي حاجه اللي مهمه بزاف. علاش؟ حقاش ملي غادا تجي عندك الكليانه ديالك وانت هي ما راضياش تهضري معاها ولا مكبر عليها، حيت بارفو كنلقاو بحال هادشي وانتم راك الضرورة عارفين هادشي، راك ديال غرفي كتمشي غير شي قيصريه ولا هادي كتشوفي البياعه بحال ما بغيش يبيعوا، ما فهمتش انا كيفاش كيبيعوا دوك الناس، كتلقايهم ما عرفت شنو مطلعين زناف راهم السما بحال ما بغيش يبيعوا، ما عرفتش بحال ما جاش حل من داك المحل. انت ديما خاصك تكوني
خاصك تكوني كيفاش، خاصك تكوني مرنه مع داك مع ديك لا كليونت، يعني تنصحيها تعطيها افكار، قالت لك مثلا واش هاد الثوب غيجينا، تعطيها واش غيجيك ولا ما غيجيكش، ماشي حيت باغا تخيطي غتخيطي ليها الثوب واخا ما غيجيهاش. والله العظيم انا شحال من وحده رجعت على قبل الثوب، قلت لها هاد الثوب راه ما غاديش يجيك، فهمتوا؟ يعني ماشي فقط حيت هذيك حسيه باغا تخيطي غادا تمشي تخيطي اي ثوب لاي سيده، راه كاين الناس راه ماشي كلهم كيجيهم نفس الثوب، ماشي مثلا مراه غليظه ماشي هي مراه رقيقه، مراه طويله ماشي هي مراه قصيره، مراه سمراء ماشي هي مراه بيضاء. ماشي انا حيت باغا انني نبيع الثوب اولا واخا ما نكونش ماشي ما يكونش ديالي الثوب نقدر نعطيها نصيحتي، بغات مرحبا، ما بغاتش نقول لها دبري راسك المهم انا نخيطو لك، ولكن انت كتعطيها النصيحه ديالك. مثلا بغات واحد الفصاله انت عارفاها ما غتجيهاش، مثلا اش غتقولي ليها؟ مثلا شي وحده كتقولي لي ديري جلابه بالجياب، وبحال ما كون مثلا في وقت البرد كيكونوا دايرين دوك الجلالب ديال الكاشمير ولا هذا، كتقولي لي ديري الجياب وجيب ما عرفتش كيفاش يكونوا وهي غليظه، كيفاش غيجيو دوك الجياب وهي غليظه؟ ما غيجوش معاها صراحه باش نكونوا واضحين، غادي يبينوها غيزيدوا غلطوا دوك الجياب، المهم شي حاجه يعني بحال ما كتنصحيها، يعني كتعطيها النصائح ديالك اللي غادي يفيدوها، وباش ان البياسه تجيها زوينه، وفي نفس الوقت هي من البياسه غادي تجيها زوينه غادي تلبسها برا ويسولوها الناس فين صايبتي ديك البياسه وغادي يجوا عندك، يعني بحال ما هو راه حاجه مرتبطه بحاجه، راه اي كل حنا غادي في واحد السلسله، راه الا كانت هذه مزيانه الاخرى غتكون مزيانه. مثلا كما قلت لكم مثلا الاتقان باش غتقني الخدمه ديالك، الخياطه، ولكن ملي كتكون السلعه الجوده ديال السلعه زوينه راه طبيعه الحال غيكون الاتقان، مفهوم؟ ومني غيكون الاتقان ضروري غيكون واحد الثمن اللي زايد شويه، مفهوم؟ ومني كيفاش بغيتي تي تكري ديري لا كرياسيون، ديري الابداع في البياسه ديالك، وما نميتيش ديك الموهبه وما طورتيهاش، مفهوم؟ يعني هاد القواعد هادو حاولوا تكتبوهم وحاولوا انكم تمشيو عليهم باش انكم تطوروا من الخدمه ديالكم وانكم تجذبوا الكليان اكثر. مازال غادي ندير لكم كيفاش المعامله ديال الكليان البنات، والله الا اذا كتخليهم ما يبدلوكش صراحه، واخا انا صراحه كنعامل الكليان بداكشي اللي فيا، يعني ما كنزيد زعماك شي حاجه، كنعاملهم بداكشي اللي فيا، والحمد لله عندي كليانات اللي زوينات وظريفات ونقيات الحمد لله، يعني ماشي اي واحد كيجي يدخل لداري، حيت واحد الاخت قالت لي انا ما نقدرش ندخل الناس لداري، راه ماشي اي واحد البنات كيجي يدخل لداري، بطبيعه الحال انت ما غاديش تعرفي الناس كلشي، ولكن انا كليانه كتجيب لي كليانه، يعني ديجا كنكون عارفه الكليانه الاولى، يعني الكليانه الجديده اللي مع عمرها جات راه ضروري كتكون جايباها وحده، مفهوم؟ يعني ما كنخافش من هذه الناحيه هذه، وصراحه الحمد لله مع عمر الله سبحانه وتعالى حشمني مع شي كليان، الحمد لله غاديه في المشروع ديالي، الحمد لله كنتمنى انه يزيد يكبر ان شاء الله، علاش لا، والله ييسر لاي وحده ويحقق كلامك نتمنى ان شاء الله في حياتها الشخصيه ولا العمليه كذلك. المهم غدا كنت باغا نقول لكم واحد النقطه، ان شاء الله كنت درت لكم واحد البوست شحال هذه ديال الدوره التعليميه، ان شاء الله غدا نبدا هذا الاسبوع ان شاء الله الا قدرني الله، غدا نبدا معكم من ازيرو شي حاجه اللي زوينه، كيفاش تبداي، ماشي غدا ندير لكم شي حاجه اللي غدا تخدمي بها فريمون، غدا تخدمي بها وعن تجربه البنات، غندير لكم دروس اللي غدا تخدمي بهم وغتحتاجوهم دائما، يعني في البيجامات ما غاديش نخدم لكم انايا الدروس ديال المدرسه ولا هذا، وانما غندير لكم دروس اللي غادي تخدموا بهم البنات، اللي غادي يفيدوكم بزاف ان شاء الله. كنتمنى منكم التشجيع، وسمحوا لي طولت عليكم، ولا عندكم شي تساؤل مرحبا خلوا لي التعليق ان شاء الله نجاوب عليه، وشكرا لتتبعكم القناه، وبسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله، دمتم في رعايه الله.